La quatrième chose, elle est très 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 importante, les hua, le temps quand vous allez candidater ou bien le temps quand vous allez sélectionner les universités. Ou je veux dire, dans كلمه الوقت, كلمه اللي يقول time is money. But I will say time is life. It's not money. Parce que علاش الدراهم كابابل يروح ويجي بصح حياتك كان يروح لك نهار في حياتك ما يعاودش يولي. دونك واش حاب يقول باللي الوقت مهم جدا جدا خوتي. تبقى مليح معايا خوتي. لكان درت الدوسي تاعك وحطيت الدوسي تاعك ودرت كل شيء صوالحك بيان اورغانيزي وقعدتك parmi les premiers, tu vas avoir plus de chance d'être accepté. Tu vas avoir forte chance d'être accepté. Parce que علاش هما راح يختاروا لي برومي دوسي اللي راح يجيوهم راح يتريتيوهم لكن يعمروا كامل لي بلاص اللي عندهم خلاص راح يغلقوا لا ليست او بيان راح يغلقوا البورتاي كما يقولوا كما قلت لكم خاوتي اللي كان تبعت كل هذه المراحل ودرت كاع اللي قلت لك في الوقت اللازم وفي الوقت المحدد راح تنمي حظوظ تاعك بدرجه اولى للحصول على القبول الجامعي باسكو علاش هما راح يختاروا الدواسه الاولين اللي راح يلحقوا لهم انا صرات لي انا بيرسونالمون parfois je candidate au niveau d'une université je vais aller choisir quelques universités par exemple يقولوا لي هذه الجامعه خلاص ما عندهاش دي بلاص باسكو لو نومبر دو بلاص اي اتان او بيان ليميتي يا بلو دو بلاص دونك واش حاب يقول خوتي عم اختاروا الدواسه الاولين بالكل بالخف دونك واش نقول لكم خفي كونوا مع الاولين اللي راح يديروا لي ديماج تاعهم في بعد راح تخرج من عقلك دو كاتيك تشوفها ستريسي وراح تقول راني روتار هادي وهادي نو لوان دو سا كلمتوا كما يقولوا دير صوالحك مع الاولين ما تبقاش ما تطماطش في الدوسي تاعك كتكمل باغ اكزومبل لا سيليكسيون دي زونيفرسيتي وكتكمل كاع صوالحك دير لا ترادكسيون تعمل كونت باس تاعك وكاع ايتيك وتشوفا باسي ان اونتروتيا ديبوزي الدوسي تاعك وتشوفا افوار اون شونس ديتر اكسبتي ان شاء الله باسكو راح تكون بارمي لي بروميي هما دي كي ريسوا لي دوسي راح يتريتيوهم ما يقولش باغ اكزومبل خلي نهار فلان ولا حتى نجيب دواسه كول ولا حتى نجمع 50 دوسي ولا جو سي با انا باسكو هما يجيوهم الاف من الدواسه الاف من الدواسه من لاشين من الاسبان لا بولون بورتوغال يجيوهم الاف من الدواسه وتزيد الدزاير شوفوا مليح معاك خاصه كي يقول لك لاشين كي يقول لك لاشين تمك تحبس كيما يقولوا دونك ايماجين توا كان تبقى مع التوالا وكان تبقى مع الاخرين يولي عندك حظ قليل باه يقبلوك خوتي دونك هذه هي النصيحه اللي نديها لكم خوتي الوقت كونوا مع الاولين اللي راح يديروا لي ديماج تاعهم ولا كونوا مع الاولين اللي راح يدفعوا الدوسي تاعهم دونك خوتي هادو هما النصائح ولي كريتير اللي راح تستندوا عليهم وان شاء الله راح تنجحوا ان شاء الله جميع واحد تبع النصائح تاعي ولا تبع هاد لي كريتير الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي تحصلوا الكل على القبول وتحصلوا ثاني على الفيزا تاعهم يا ريت انكم راح تاخذوهم بعين الاعتبار وتبعوا هذا النصائح وان شاء الله كود لا ريوسيت كو زالي اوا vous allez pas avoir besoin de aller chez un CB ou bien un démarcheur ou bien une agence de voyage ou bien je sais pas quel compte بصح لازم تاخذوهم بعين الاعتبار وديروا الدوسي تاعكم صحيح كما يقولوا سيريوزمون ماشي تمسخير وباذن الله باذن الله مع الاخر vous allez avoir une acceptation باذن الله ولا كان عندكم اي سؤال ولا اي استفسار حطوه في الكومنتير يا با سوسي جو فو بو ريبوندر لو بلو تو بوسيبل سون اوكان بروبليم وما بقى لي نقول لكم بقاو على خير تهلا في رواحتكم جو فو دون رونديفو بروشينمون بور اون اوتر فيديو تري تري امبورطون ريستي برانشي سور نوتر شين وليد بي اتش على لا بروشين